بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جايين النهاردة بأولى فيديوهات اللبس الشتوي. خلاص الشتاء على الأبواب، هنتفرج بقى ونشوف أسعار حلوة قوي من بداية الموسم. النهاردة هنتفرج على حاجات ب75 جنيه، ده غير بقى كمان الأطقم الكاملة بتاعة العروسة اللي هي البيجامة والروب بتاعها، والنهاردة عروض عبايات كرداسة الشتوي هنتفرج عليها ونشوف مقاساتها واسعارها كل ده. بس عايزاكم بقى، بص انا بقولكم في كل مكان، عايزين بقى ايه لايكات تقديرا كده من حضراتكم، ولو مش مشترك يا ريت تشتركي معايا عشان هتفرجي على حاجات حلوه جدا في القناه. ونبتدي على بركه الله الفيديو بتاعنا النهارده. بالنسبه للعنوان، احنا طبعا في محافظه اسكندريه في سيدي بشر قبلي. يعني ايه سيدي بشر قبلي؟ يعني من ناحيه القطر. تمام، من ناحيه ايه؟ من ناحيه القطر. ده شارع القاهرة يا جماعة، شارع القاهرة مشهور جدا، بس لو حضرتك جيتي من ناحية القطر هيبقى أسهلك من الناحية اللي هي بتاعة البنزينة مصطفى كامل. بصي بقى، تمشي شوية كده بعد السوق، يعني هتعدي السوق عشان الناس بتسألني. تمام، هتلاقي بقى كندقيا، كنا عاملين عنده مرة كذا مرة فيديو، وفي المهندس الأدوات المنزلية، هنلاقي سنتر الهرم السوري. خلي بالكم، ها سنتر الهرم السوري قدامنا اهو، وجنبه كمان البشاري. خلاص هندخل بقى بسرعه نشوف الفيديو ونشوف الحاجات الحلوه اللي موجوده. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه، ونبتدي كده على بركه الله. عايزه اقول لكم المكان، بسم الله ما شاء الله، النهارده عرضنا من سنتر الهرم السوري شارع القاهره سيدي بشر. نقول السلام عليكم. ازي حضرتك؟ سمعت ان في عروض حلوه جدا جباره عندنا النهارده، نبدا بايه ان شاء الله كده؟ هنبدا ان شاء الله اولنا بالبولار. بصوا يا جماعه، نبدا البيجامات البولار. لكلوك. ايوه لكلوك. بنطلون. بص من جوه متبطنه. بصوا يا جماعه، الطبطينه من جوه وش وظهر. تمام، حلوه جدا. دي تلبس مقاسات ايه بقى؟ دي بتلبس معاكي الامهات. الامهات كمان عادي بالظبط. في حاجة تانية كمان؟ فوق عندك. كل بقى الوضع. حلو قوي. الموديلات دي بقى كام؟ كله متشكل، كله 150 ان شاء الله. يا جماعة البيجامة البلور دي ب 150 بس، بلور على قطيفة كده، ومتبطنة ب 150، وبتلبس كل المقاسات. دي أول كده مفاجأة من مفاجآت سنتر الهرم السوري. إيه تاني؟ في عندنا حاجة دفاية كده. بص الدفايات بقى دي بقى. ايوه 75 جنيه ان شاء الله الواحده، ب 75 جنيه. تمام، عندنا كذا لون. كتير. دي الرسمه، دي رسمه اهي. في ورا كمان رسمه، في كمان اكتر من رسمه اهي، ب 75 جنيه بس. ده البنطلون بتاعها. حلو، مقاسات كتير. بص على التقفيل. التقفيل بقى، نشوف التقفيل. بصوا يا جماعه التقفيل بتاعها. تمام، الله ينور، حلو قوي. بصوا كل ده اللي قدامنا ده ب 75. دي بقى حاجات ستراس. نفس الثمن كمان. بكام ده يعني؟ 150. وفي عندك حاجات كده تبدا 125. دي 125. تمام، ومعلش دي كمان 125. يلا 125. بصوا يا جماعه 125 بقى. كل ده اشكال. كل دي اشكال. تمام، ايوه كده، نعرضها كده عشان الناس تشوفها. عندنا النايك اهو، كل دي اشكال. في البنطلون نفسه تطريز، دي نفس الصفره بس لون تاني. حلو قوي. دي بتلبس سن محير وممكن بنات رفيعه، يعني الحاجتين. عندنا ده برده 150. بصوا يا جماعه، انا عايزاكم بس تشوفوا الخامات. خامات حلوه جدا، وش وظهر. ادي كده ايه، وده قلنا ب 75 برده. ده 75. 75 اللي احنا قلنا. 75. واللي فوق 150 اللي احنا شفناه، و 125. وده كده 125 وده 125. حلو، ندخل بقى على الحاجات اللي ايه بتاعه السنه دي. يعني مثلا بيجامه عسل زي دي كده بكام؟ دي تنفع خروج. دي 200 جنيه. 200 جنيه. دي مقاس 18. ايوه، يعني دي تلبس كمان البنوتات عمر 22 سنه كده، وبتجيب الوان كده يا جماعه. حلو قوي. دي 290. دي 290. 290. 290. 230. دي 230 اللي هي البلور. كل دي الوانها. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم في تشكيله جامده. طبعا المكان هنا مدروز حاجات زي كده. دي بكام قلنا؟ 290. 290 بس طبعا الخامات عاليه جدا. كل اللي هيجي من خلال العرض اللي احنا كاتبين عليها 300 هياخدها ب 290. تمام، حلو قوي. وبصوا عندك بيجامات لفوق. حاجات حلوه اهي. البيجامات اللي فوق بقى دي عليها عرض برضو بولار. ايوه، وش وظهر.
تمام بولار الفرو بالظبط. نفس الفرو بالظبط. وايه العسل دي؟ القمر الروز دي تحفه جدا، كانها لابسه سورتيت. بصوا الجمال بتاعها، كانه ارنوب ولابس سورتيت كده، شكله جميل قوي. بصوا يا جماعه حلوه وكيوت كيوت خالص. والبنطلون لونه ايه بقى؟ البنطلون بتاعها اهو لونه بامبي. بصوا دفايه لوحده، يعني عايزه لكم بطانيه. بصوا ظهره عامل ازاي. ده بكام يا استاذ وسيم؟ ده عامل 260. 260 جنيه بيلبس كل المقاسات. كلها حاجات جديده. تمام. دي بقى في منها قد ايه؟ 10 موديلات. 10 موديلات. تمام. كلها تطريزها مختلفه بس كل التلبيس واحد. تمام. بيلبس يعني. بيلبس وفي منه مقاسات. عايزه اقول لكم اشكال كتيره قوي وكلها اشكال كيوت. في بدايه الموسم بقى كده ايه، نستغل الفرصه. ده نفس الخامه ومقاسات. ده نفس الخامه ومقاسات برضه. في بقى منه كحلي في اسود وفي اصفر في كحلي. البنطلون بتاعه كحلي في ابيض كده والاصفر. في على فكره هنا كمان عندنا مش الحاجات دي بس، احنا عندنا الحاجات اللي هي اربع قطع وبالروب بتاعها هنتفرج عليها، وحاجات رياضيه النهارده يا جماعه. بجد المكان اللي احنا فيه ده كنز، كنز للعرايس والامهات. بصوا الجمال. هنتعرف على الحاجات اللي هي اربع قطع برضو. دي اربع قطع. هطلع لك حته منهم. تمام. بصوا يا جماعه بقى العرايس بقى اللي داخلين على جواز وعايزين يجيبوا يلحقوا بقى العروض الحلوه دي، حاجات حلوه. شفنا اسعار جميله. انا اسلام. بصوا يا جماعه اول حاجه الروب. تمام. ده كده الروب. الروب ايه الرسمه اللي عليه؟ ارنوب. الارنوب اهي من هنا وعلى الجيوب، من على الصدر ومن على الجيب. وطبعا في كابيشو ابيض، ودي التيشيرت بتاع البيجامه برده نفس الارنوب كده عليه. تمام. وفي البنطلون بتاعه. طبعا هو ده مش اللون الوحيد، في الوان كتير، في اكتر من لون ومقاسات مختلفه يا استاذ وسيم. والكحلي. بصوا الوانه اللي موجوده عندنا اهي، الكحلي اهو والبيج اللي هناك العسلي كده. تمام. والزيتي. والزيتي حلو قوي. وكمان في ايه كمان؟ بنطلون اهو وده بقى اللكاليك بقى. ايوه تمام. والحذاء. حلو قوي. ده بقى كله بكام؟ كل ده ب 500 جنيه. اللي هو اربع قطع ده ب 500 جنيه. تمام تمام. على فكره في شحن لاي مكان ان شاء الله موجود، يعني داخل اسكندريه وخارج اسكندريه. طبعا ان شاء الله. اي عروسه عايزه اي حاجه او اي ست بيت هنا او بره موجود الشحن يا جماعه. ان شاء الله. تمام. كمان المكان هنا جمله، يعني مصنع ملابس، وعندنا ان شاء الله جمله كل شغل جمله ان شاء الله. حاجه ان شاء الله معانا بنشتغلها ان شاء الله. يا مسهل يا رب. احنا كده اتفرجنا على الحاجات دي. نتفرج بقى. بصوا دي بيجامه، دي بولار برضو. بولار وشدار. بصوا يا جماعه اشكال تانية. البولار بكام يا استاذ وسيم؟ البولار عامل 260. 260. اي بيجامه بولار ب 260. أي طبعا احنا في بدايه الموسم والاسعار الحلوه دي. عايزه اقول لكم في ازواق تانية، في حاجات زي كده، ولسه هنشوف العبايات كمان. بصوا حاجه زي ميكي دي ميني، اللكلوك طويل زي بوت كده، والكابيشو اهو. ده البنطلون 260 برضو. دي 260 ان شاء الله. 260. تمام. الله ينور. طبعا بعد ما اتفرجنا على البيجامات عايزين بقى دلوقتي نتفرج على ايه؟ على العبايات. ندخل بقى على العبايات. عندنا عبايات حلوه قوي من اول كده. العبايات اللي عليها استراس دي في سعر موحد بقى ولا ايه؟ فرجنا الاول كده يا استاذ وسيم. بصوا يا جماعه ب 200 جنيه. اي عبايه ب 200 جنيه باي مقاس، 2 اكس 3 اكس لارج. تمام. ان شاء الله. حلو قوي. وزي ما قلنا في شحن لاي مكان. في منها الموف اهو، في لون تاني منها دي اللي عليها ستراس ولا لا؟ لا دول اخر لونين. اخر لونين. تمام. عندنا كمان دي برضو تطريز يدوي. ايوه. وده كمان تطريز يدوي. عبايات الاستقبال دي يا جماعه شتوي طبعا. خرز. كل ده يدوي. حلو قوي. ده برضو 200 زي ما قلنا. كله 200. ودي قطيفه. ده 200 وده قطيفه. ايوه قطيفه كده، ايه زبده كده. 200. 150. دي ب 150. تمام. اي عبايه عليها تطريز 200. تمام. بص ده من ظهره. القماش نفسه حزام. في تشكيله كده. تمام. دي برضو ب 200. دي كمان. ودي 200. حلو قوي. وكل ده كمان تطريز يدوي. ايوه. يعتبر عبايات كرداسه. عبايات كرداسه. ايوه طبعا عارفينها. جبنا لكم عبايات كرداسه اهو على طول. بكام بقى؟ الخامه بتاعتهم. حلو قوي. تمام. خامتهم حلوه وتقفيلهم حلو ب 200. عبايات كرداسه. وفي المقاسات كلها وزي ما انتم شايفين. ما شاء الله موجود. حاجات شتوي اهي. ونلبس الشتوي.
حلوه تلبسها حلو بالظبط. تمام الله ينور. ودي حاجه بولار. البولار دي بكام؟ كمان 200 جنيه 200 جنيه برضو في مقاسات منها. والشوده بس يا جماعه والشوده. تمام الله ينور حلو قوي. في بقى بعد كده كمان انا شايفه الدريسات الرياضيه ده كله عاملين عليه عرض. ايوه بصوا بقى دلوقتي انت هتسمعوا العرض بقى. العرض بتاعنا ان شاء الله ده عامل 115 115 وكله مقاسات. ممكن نتفرج كده يا استاذ وسيم؟ اتفضلي. مثلا عندنا حاجه كده شايفين دي مقاسها برضو كبير 115 جنيه بس. حلو بصوا طويله ازاي. سوسته هي من النص دي برضو سوسته. اديداس اهو. وده لون تاني. تمام في منها كذا لون يعني. في اكتر من لون. اي واحده فيهم ب 115 اي حاجه ب 115. تمام ودي كمان. وفي النبيتي ده والنبيتي كمان. لان انا كنت شايفه معاه لون حلو قوي برضو الجراي في لبني حلو جدا. 115 اي حاجه ب 100. العبايات الرياضيه يا جماعه 115 بس. بالنسبه للمقاسات بتاعتها من اكس لار لغايه 5 اكس. تمام ما شاء الله الله ينور. ايه تاني عندنا النهارده في سنتر الهرم السوري؟ حاجات شتوي بقى عندنا بقى القمر ده بقى الحاجات اللي هي طبعا ما حدش بيستغنى عنها. الشالات الشالات بصوا يا جماعه الشال ده ما شاء الله. ده بكام بقى الشال ده؟ اي شال عامل 100 جنيه ما عدا اللي فوق بزراير. بصوا يا جماعه اي شال من دول عايزه اقول لكم تقيل وحلو. اي شال منه ب 100 جنيه ما عدا اللي هو البونشو ده اللي هو بزراير. اتفرج عليه. ده لونه ده لون ده لون اهو. وفي اللي هو بيتحط على الكتف كده في اللي بيتلبس سبعه ده وفي كده ننزل ده نشوفه برده. بصوا ده برده حلو جدا ولا غنى عنه. ده بكام ده؟ ده عامل 150 يا جماعه. بصوا الكمان بتاعته فروه اهو وطبعا انتوا عارفين ده بيلبس اي مقاس واللياقه كمان فروه. تمام الله ينور. العبايه دي بقى احنا شفناها قبل كده يا استاذ وسيم. تمام العبايه دي اللي احنا حكينا عليها قبل هيك ب 150 اللي هي الوجه الافريقي بالظبط حكينا عليها ب 150 وان شاء الله عليها عرض ب 100 جنيه باذن الله. يعني اي عروسه بتجهز بقى وعايزه العبايات الشياكه دي بقت ب 100 بس. في الوانها ايه بقى؟ التركواز مثلا وايه تاني؟ الالوان بتاعتها والاحمر والكشمير والزيتي ودرجة لبني تانية بستاج وفوشيا اهي وموف واخضر كده شوية في في لمعة كده. حلو قوي دي على فكرة. عبايات تانية استقبال تانية يعني العبايات دي بقت ب 100 جنيه بس. والعبايات ودي 135 ودي 135 عبايات كرداسة ب 135 يا جماعة ما شاء الله. ودي العبايه والدريس ده يعتبر ده خروج بيخرجوا ده فيه. دريس ده عامل 60 جنيه ان شاء الله 60 بس بيلبس. وفي استك من هنا اسلام تعالى وقف. بصوا يا جماعه ب 60 جنيه بس ده 60 جنيه بس ما شاء الله حلو يعني تلبيسه حلو. في منه اللون ده وفي منه اللون ده. تمام كذا لون وكذا رسمه. حلو تم الفيديو في عرض الاستاذ وسيم مقدمه. ايه بقى بكام؟ 115 ده ب 115 اي 15 تمام تمام. والعادي اللي هو الاستك من فوق ايوه 90 جنيه ان شاء الله 90 جنيه يا يعني جماعه. ده 90 وده 90 وده 90 وده 90 وده 90 فوق 115 واللي فوق 115. على فكره البنطلون الاستك ده في منه مقاسات كبيره. كلها مقاسات كبيره طبعا. ما بتلاقيش المقاسات الكبيره بنفس السعر بيبقى السعر اغلى. ف 90 حاجه حلوه جدا. يلبس امهات ويلبس يلبس مقاسات كبيره. تمام مقاس 40 مثلا 40. تمام لغايه مقاس 42 42 ان شاء الله. تمام متشكرين جدا لحضرتك وعلى الفيديو الحلو ده. الله يخليك يا رب. ربنا يا رب كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.